حتى راجي كلم بابا قال له ليه رانا مش هجيب سفيان غدوة نزوه في تونس نفرح. والله العظيم يا بيت يعني فرح فرحة كبيرة ياسر فوق اللازم أصلا. كنت السبعة نستنى في جماعة فرحان نستنى في جماعة الترجي شيزوني البعض. الحقيقة معناتها شعور ما توصفش معناتها سيرتو هو مسكين كيف شفتوه معناتها كيما مصدوم معناتها ما بقى حتى ينجم يحكي سكت معناتها كان إن شاء الله إن شاء الله غدوة يكون نهار حلو ياسر في حياته. الظروف معناتها اللي هو موجود فيها يمكن ما يمكن سألت برش عليه أنا وعرفت برش حاجات معنت عليه سرتو إن شاء الله قدرت ربي معنت الأوبجكتيف الليلي إن شاء الله نترش حدومي فينا مش نهدي يقوله وبعد قدرت ربي إن شاء الله مش تلاقيه بي على فكرة هذا سموحة مالك الشكوبة هيا دلو بالتنسيق مع إدارة الإسبرانس وترجي ستار دونك تكفلنا باللي برودوي الكل وسفيان بيسكو ولد العائلة والإسبرانس ما تخليش أولادها معنا. جيت للترجي قابلت اللاعبية وفطرت معاهم وفرحوا بيا ويعطيهم الصح أحسن نهار في حياتي كي جيت للترجي. غرامة بها من صغري يا العالي واللي بوجيت وين علينا غدو مش نمشي نتفرج عالمعطش وإن شاء الله يرمي وإن شاء الله يترش كالشهر صغري طايح بروي سعد سفيان باسم الفغدو خليك باسمين ان شاء الله نوعدو مول ما ان شاء الله نعطي مريض تاني والكل غادي باش يفرحوا به ان شاء الله ونفرحوا الكل في رحمه ان شاء الله.